الجميلة بالمترو وبالخارج وبالفناء وبال والله غرام. ها هو أبو حنظلي بعدما أكل الشاورما سيغسل سنانه، وعندي سنانا من ذهب. والله حياكم الله، حنظلي يغسل، حنظلي يغسل، حياكم الله. حك يا حنظلي، حك يا حنظلي. والله انا زعلان. انا هنا بنيت بولدينج، قلت للمهندس، قلت له دير تمثال لابا حنظلي وابنه، لن يعمل تمثال دار لي بولدينج مثل هذا. ريبه يا عمر، ريب لي هذا البولدينج. والله يا جماعة أنا أمشي ومعني أرى كل البولدينجات توعي، يعني على سبيل المثال هذا سوف أحنديره، هذا بولدينج سبيسيال معمر غير لي صالدوب، نأتي بجزائري ولا وأنا عندي أصول جزائرية. باش وش ما عندهم الواي فاي؟ ما زال الواي فاي، هذه ما زال بروبليم تاع الواي فاي. خويا واش راك صافا ياك؟ عبد تكون دير ستوري هكذا يخرج لك الجزائريه تشلف لك. والله لا با حنظلي سيهديك انت. بيسين من البترول، بيسينة من البترول. هيا يا عمال، يا زملائي، الله عليكم يا زملائي، اليوم العمل، اليوم لقد اهديتكم، اليوم البولدينجات تطرطق، واريد الشارع بالواي فاي. شكرا. أبي حنظلي بن أبي غراب السابع مصنوعة من ألماس ومن ذهب، أين هي البافات؟ البسها سنة ما ندخلوش. تسمع أنا هكذا نلبس بافات تاع 2000، أريد بافات من الألماس وبالرخام والخشب الأصلي الأردني. مش فيها بافات؟ وما فيهاش الويفي. والله يا أخي هذه القمجة مثل المسبح الذي عندي في المنزل في الطابق الثامن. والله العظيم، تفضل. تفضل الى الاسانسير لابي حنظلي الشخصيه. تفضل اعرضك على اسانسور. زملائي على برا الانستغرام، ها هو حنظلي يستمتع بالدروج اللي يهبطوا وحدهم. واي حنظلي، راح لي الحنظل يسقم روحي. دقيقه عليك كيف ندخل ريباراسيون ولي. اش راك دير ابا حنظلي؟ ابا حنظلي يستمتع بالارض التي تمشي وحدها، حتى هكذا تمشي وهكذا. وش فيها هاد الارض؟ الواي فاي. ابا الحنظلي يتمنى لك مشية سعيدة. مرحبا فيكم في قطر. اهديكم نباب للاطفال. شركتي حنظلي نبولة. حنظلي يعرفوه من برا، حنظلي مع المعجبين، وحتى انتم تعجبونني. تعال يا اجمل جمال، لا تقول الاغنيه، تعال يا اجمل جمال. تعال شبعك حب شبعك دلا. كيفاش وليت في هذا الحي؟ كيفاش وليت ملياردير؟ في هذا الحي كانت لدي طاولة من السجائر، الريم والمالبورو والقلم أحمر. الثروة بدأت هنا، كانت لدي طاولة من السجائر، أبيع السجائر، الدخان. حنظلي يمشي والبلاد تريد. ثم بدأت ولقيت خطرة في الصلدوبة كمية من البترول، فحفرت ولقيت. هيا يا أخي، نشاط نشاط، أريد التجار، السولد السولد، أريد بيع كل هذه المطارح. هيا نشاط نشاط نشاط. هنظل يمشي بكل ضوضاء مع الشعب وهذا الناس، والفيل يشوفوني إلا في الصور، إلا في الصور. وش صار لك حنظلي؟ أنا أكلت علبتين من الميجا ماس. ها هو حنظلي.
برد. حتى اللحية أكلت الميك اب. صامي في حياتهم وفي القصة تاع في التاريخ تاع قطر شافوا قطري يصوتي. أوي حنظلي صوتي حنظلي يقطع حنظلي بكل تواضع يقطع أول مرة في حياته. أول مرة يقطع حنظلي. البولدين هديته لابن خالي لأنه خرج من الطريق ودار مع العرايا. أيا حنطلي نعطيك أن ديفي روح دوكا جوز في لاتيري تاعهم. ألو أريد التكلم. نعم بس أستطيع الكلام؟ على بعض المشاريع أو لا أتكلم جزائر. خلي لا 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 أنا أضحك أنا انسجم معنا في الثقافة. أنا خمسة أيام هنا قد أخرى. خمسة أيام ما شاء الله. الحمد لله وربما أكثر وربما أكثر وأحيي كل القطريين من الجزائر ونحن هنا من أجل كنس العرب. الحمد لله ومعك أبا حنظلي أبا مروان الغراب السبع. لا أنا اسمي مروان قربي في الجزائر لكن اسمي جديد. رانا متأهلين وأتمنى أن نفوز بالإنجليز. أحس أن الجماعة مترددين لأن هذه الجماعة يعرفوني بالجزائر لأنني ممثل بالجزائر. أوي العقال ما يطيح. سقم لي العقال. شكرا يا أخي شكرا يعطيك العافية. هذا هو المغني اللي يحبه حنظلي. أغنية جميلة أريد أخرى وأبرح. مغني إنه شاب البغدادي. واش راك اخي؟ يعني شكرا على الدعوه للمطعم وابا حنظلي ابا غراب السبع يتشرف به. يعني شكرا على الدعوه للمطعم وابا حنظلي ابا غراب السبع يتشرف بحضور. يسلمك. كيف هذا ولف اسمي؟ ما اسمي؟ ابا حنظله السابع الغراب. ابا حنظله الغراب السابع. نسينا الاسم الوسط. نسينا الغراب. ابو حنظله الغراب السابع. شكرا. وانا عنده في المطعم هنا ها هو الاسم ومرحبا بكم يا جماعة بالمطعم. سوف أشتريها. أبا حنظلي سيشتري هذا. أنتيلك زيس. سوف ترون الآن أبا حنظلي ماذا سيأكل. ما اسم هذا؟ هذا فتوش يا أبو حنظلة. فتوش مثل الأغنية تقول فتوش يعنق فتشة ويجيبها لنا فتوشة. نعرف هاش الأغنية. وهذا هذيك بسبوسة عشان. بس لكن انا عندي اغاني اخرى. وهذا ابن الحلال. هذا واسمه هذيك ما نغنيها. والاخر هذا متبع. ابا حنظلي بن ابي غراب السابع يشرب دم الذئب المبحر في الغابه. Le loup du sang perdu à la forêt. هذا بريك. بريك هذا برك عندنا اسمه برك. وعندنا بريك. بريك وانا ابا حنظلي بريك في السجن يعني بريزن بريك.